عليكم. هنتكلم النهاردة على الاكس باس بي 300 1200 ال. بسم الله الرحمن الرحيم. بي اف تي نبدأ الموديل بتاعه. الاهم التكنيكال سبيسيفيكيشن بتاعته. الباور سبلاي بياخد 230 بلس وماينس 10، يعني ممكن يوصل معاك 240، ممكن ينزل 220، 50 على 60 هرتز. الباور كونسامشن عنده 1800 وات. الكرنت كونسامشن 10 امبير. الوركينج فريكوانسي 2000 فتح وقفل على 24، يعني ممكن يعمل 2000 فتح وقفل. الاي بي بتاعه 67. الكنترول يونت بيرسي وسي بي اي، هنعرف بالتفصيل الفانكشن بتاعها وكل حاجه. طبعا هي بتشتغل مع ماكسيمم 1 بولارد. الاو بي تمبريتشر ماينس 40 ل 60، طبعا ماينس 40 بس هتبقى ضايف له الثيرمال. الرايزنج تايم 6.3. لو في اف او الاوبننج الداون 1.5، اللورنج تايم 4 في العادي، في الاي اف او 1.5. الهيدروليك يونيك اي اف او نت ويت بتاع 160، الجوس ويت 180. نبدأ الانستليشن بتاعته، اللي قصدي الانستليشن بتاعته في المسقط الافقي زي ما احنا شايفين كده اهوت. لو احنا واقفين، ده الجزء اللي بيعلو فوق الارض، وده الجزء كله تحت الارض، وفي هنا واصله ان اهوت. دي طول، دي قطرها 125، يعني بتتكلم في سنتي سنتي وسنتي 20 ملي، والطول بتاعها قرب على يعني 1.60 متر. المسقط الرأسي هنا هوت، بتبقى ده اتجاه الترافيك بتاعي دخول وخروج. بتبقى الحتة اللي على اليمين ديت هي الحتة ديت، دي اللي هي بيسموها الهيدروليك باور يونت، وطبعا بيبقى طالع منها اللي هي الصرف الماء اللي هو من هنا، اللي هو بيسموه الدرين ديت. بتبقى القطر بتاعها 10 سنتي، ودي بتبقى اللي هي تصريف الأمطار. ده ما بالتفصيل شوية الحاجات اللي هي هتبقى من جواها ديت. احنا بنتكلم مثلا في الاتش ديت، ده الاسفلت سطح الطريق اللي هو الاسفلت بتاعي. اللي بنتكلم على الاي اللي هو ده، دي بيتحط صبة اسمنت. البي الفليكسيبل بتاعي، ده فليكسيبل اللي احنا قلنا عليه اللي هو سنتي 20. وعندك السي اللي هي دوت اللي هو تصريف الامطار. وعندك دي تحت اهوت اللي هو الحصى السن، اللي هو انا بنحط حصى سن هنا اهوت. وعندك الحديد التسليح دوت، ده اللي هو الحديد التسليح اللي بيتحط، وده ليه مواصفات موجودة في المانيوال. الحفر بتحفر بال 2 متر 2 متر 20 سنتي هنا اهوت، وكعمق. وبتحفر 1.80 متر في 1.80 متر. تحفر هنا طبعا، دي اللي هي اللي هيطلع منها الكابلات. بعد كده انت قبل ما تركبه، دي مهمة جدا، انت بتفك مفتاح الانكي 8 ملي، بتفك الشاسيه زي ما احنا شايفين كده اهو، بترفعه وبتبدأ ان انت بالخرطوم اللي هو اللي داخل ده، حط الخرطوم بتاعك ده، بيبقى فيه ده فليكسيبل قطر 125 ملي وطول 150 زي ما اتفقنا. هنا بيدخل فيه كابلات البولرد، الكابلات اللي هي طالعه من البولرد نفسها، بولرد نفسه. وفي اللي هي ده الخرطوم اللي اسمه بيسموه الهيدروليك باور. الخرطوم اللي بيبقى فيه الهيدروليك اللي هو الباور بتاع اللي بيدخل في الهيدروليك. وطبعا هنا بتحط كوليه علشان لما تقفل دوت هنا اهو، بتقفل بالكوليه، والكوليه ده ما بيبقاش جاي معاها، انت اللي بتجيبه يعني. طبعا زي ما اتفقنا كده اهوت، اول حاجه بتعملها بتشيل الغطا اللي احنا اتفقنا عليه برضو بتاع الوحده الهيدروليك، وبتشيل وحده الهيدروليك كلها. قبل الصبه لازم تشيل الوحده الهيدروليك،
عشان ما تضرهاش، لان ممكن يدخل عليها حاجات تبوظها. انت بتشيل الجزء اللي احنا اتفقنا عليه اللي قبل كده، والجزء دوت بتاع الواحد الهيدروليك بمسامير التثبيت وجسر التثبيت دوت، بتشيله خالص عشان تبدأ تصب زي ما احنا. وبعد كده بعد ما تشيل ده، بتشيل الشاسيه اللي هو في الجنب ده، بتشيله خالص عشان تبدأ عملية الايه الصب. بعد كده بتشيل الفليكسيبل الحديد ده، بيبقى حديد اللي هو بيسموه حديد موج، اللي هو بيبقى حديد فليكسيبل حديد، وتشيل الكوليهات، والكابل بتاعك دوت بيبقى كده اهوت من جوه، بتقفل عليه بالمنظر ده كده اهو. وتبدأ دلوقتي في الحفرة اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي بعمق 1800 مللي، اللي هي اللي اتفقنا عليها ديت. وقلنا الاختبار بتاع المية كنا قلناها كذا قبل كده، ان انت ممكن ما تحتاجش الدرين دوت لو في حالة ان انت لقيت التربة بتمتص مية، يعني منطقة مش ما فيهاش مطرة كتيرة قوي، والتربة بتمتص 4 لتر مية في اقل من 30 ثانية، ممكن ما تحتاجش. انما لو كده بتحتاج طبعا اللي هي وصلة الصرف العمومي. حقيقة التسليح ده بيتعمل بالمنظر ده بالظبط، وتفاصيله موجودة بالظبط في المانيوال. بعد ما تعمل حديد التسليح دوت، بتبدأ تسقط زي ما انت شايف كده اهوت، بتسقط المجموعة كلها. طبعا مش عايزين ننسى ان ما نحطش خالص الوحدة الهيدروليك اللي جوه هنا اهوت، وبتطلع طبعا في سنة فليكسيبل 50 ملي، ده اللي فيه هياخد الكابلات كلها. ونراعي ان اتجاه المركبات يبقى المنظر دوت رايح جاي، ما نحطش يعني نحطها بالعرض مش بالطول. من فوق مسقط افقي، ده الفليكسيبل اللي اتكلمنا عليه طالع منه كابلات، وده الضغط صرف الميه القطر 100 مللي، المنظر اللي احنا شايفينه دوت. ودي اللي هي الداخليه اللي هي بتوصل ما بين اللوحه الداخليه هنا اهوت وما بين الوحده اللي هي الهيدروليك، وعن طريقها كل التوصيلات بتبقى هنا اهوت. في وحده هنا اهوت اسمها البولر كنترول يونت، البولر يونت هنا اهوت اللي بتاخد منها وصلتها كلها، وهنوصلها بالتفصيل. بعد كده زي ما احنا شايفين بنعمل الميزان بتاعنا اهوت، وقلنا ان انت ليك طريقه في الميزانيه، ما تنزل وتعمل ميزانك على المعموله دوت بالمنظر ده، او لو في فرق كده اهوت بتعمل خشبه هنا اهوت على الرصيف هنا اهو، وخشبه على الرصيف هنا اهوت، وتعلق ما بينها من الخطافات ديت البولارد بتاعك، وتبدا تصب بالصبه الخرسانيه لغايه ما يجمد. طبعا هنا اهوت انت هنا اهوت انت بتملى بقى بالاسمنت. طبعا هنا اهوت زي ما انت شايف بتحط عليها الصبه الخرسانيه، بتبقى شبكه ملحومه باللحام كهرباء، وتحط عليها الصبه بتاعتك. ده المنتج النهائي بتاعنا. بعد كده بنشيل الاربع مسامير بتوع التحميل دول، بنشيلهم ونبدا نزع مسامير التعليق زي ما اتفقنا، ونبدا نركب بقى ايه الهوز اللي هو الكابل اللي موجود في وحدة اللي هي الهيدروليك. وطبعا دي المهمة جدا، دي اسمها الكونكشن بوكس، دي اللي هي اللي الكابل داخل فيها وواصل على الكنترول يونت بتاع البول، اللي هو مثلا لو بنتكلم على البيرسيو سي بي اي او سي بي دي اهو. الحتة دي كبرناها شوية، ده اسمه كابل البولرد، الكابل يعني مثلا بنتكلم على الكابل ده، في كابلين، كابل اسمه كابل البولارد والتاني هنعرفه دلوقتي. هنتكلم على كابل البولارد دوت اللي جاي من البولارد على وحده الكونكشن بوكس، اللي هو بيبقى المنظر ده كده اهو، ده واصل بنفس المنظر ونفس الالوان كده اهو. طب اللي تحت ده بقى، يعني عرفنا اللون ده اللي هو الكابل البولارد. بعد كده في كابل وحده التحكم بقى اللي هو طالع منه من تحت اهو، وده واصل بالكنترول يونت اللي هو الوحدة الرئيسية اللي بتعلق على الحيطة
اللي هي السي بي اللي هي البيرسيو سي بي اي او سي بي دي، ونفس الالوان كده موجوده في المانيوال بالظبط، وانا شارحها تحت بالتفصيل ان شاء الله. نتكلم على نفس الوحدة، لو هي اكس باس بي 330 على 1200 بادي زائد هيدروليك يونت اللي احنا كنا بنتفرج عليها من شوية. التوصيلات بتاعتها ايه؟ بيطلع منها اي بي سي دي اي بالتفصيل بقى، هتبقى بالمنظر دوت. دي الوحدة اللي احنا اتفرجنا عليها، دي بتبقى واصلة. اول حاجة اللي هي الاي ديت، دي اللي هي بريشر سويتش كيبل. بعد كده في الالكترو فالف كيبل، الالكترو فالف ده اللي هو بيتحكم في الفالف بتاع ضغط الزيت، سوري الالكترو الالكترو بتاع الهيدروليك فقط. بعد كده انتي ثيف سنسور، دي كابل 4 بي. بعد كده الموتور كابل 4 بي، وبعد كده الايرث واير بنفس المنظر دوت. طيب لو عندي وحده بقى ديت زائد الاي اف او، الاي اف او هو emergency fast opening، في هذه الحاله هيبقى التوصيله اي بي سي فقط، وهتبقى بالمنظر ده. الوحده هنا طبعا في الحاله دي هتبقى كبيره، الاي ديت فيها كل حاجه اللي هي بنسميها هيدروليك باور كيبل والموتور كيبل 4 بي والايرث واير. نبدأ في التوصيلات، والتوصيلات دي بتبقى معروفة. يعني مثلا لو العربية داخلة كده اهوت، ادي البولارد. البولارد ده بيحتاج أول حاجة طبعا الطبيعي بتاعه الكنترول يونت. الكنترول يونت دي بتاخد باور سنجل فيز 3 في 1.5 مللي سلك، وال1.5 مللي السلك ده المفروض ما يقلش عن 1.5 مللي، علشان لو قل عن كده في اوقات في البروده ممكن ياثر في التوصيلات. بيبقى اتنين باور وواحد ارضي. بعد كده لو انت عايز تركب ريسيفر علشان الريموت، بيبقى 4.5 مللي وبيتوصل بيه جوه، ليه وصلاته هنعرفها بالتفصيل ان شاء الله. بعد كده في اللي هي الالارم، لو انت عايز تعمل اللي هي اللمبه جوه في اللامب اللي هو بتبقى 2.5 مللي. بعد كده لو انت عايز تعمل اس او اس اللي هو بيسموها السرينه يعني، برضو 4.5 مللي. بعد كده لو انت عايز تركب الفوتو سيل، وطبعا اللي جاي ده الفوتو سيل واللوب ديتكتور وكده واللوب عامه، في اللينك اللي ظاهر قدامك ده لو انت عايز تعرف تفاصيل الفوتوسيل واللوب ديتكتور بالتفصيل. يعني هنراعي في الفوتوسيل هنا اهوت ان هي ما تبقاش قدام العمود، لا تبقى في الجنب زي ما احنا شايفين، بحيث البيم ديتكتور ده ما يضربش في العمود وهو واقف، فتبقى متحركه يمين او شمال، هنا او هنا، يعني بعيده عنه. ونراعي ان في نقطتين، في حاجه اسمها ترانسميت وفي ريسيف، في واحد بياخد 4 اطراف في واحد بياخد طرفين، فهنحاول نخلي دايما الاطراف اللي فيها 4 تبقى اقرب للوحة الكنترولر، والطرف البعيد اللي هو فيه 2 يبقى اللي هو ترانسميت يبقى بعيد عن، بحيث ان انا امد ان هو الـ4 اسهل لي، بدل ما امد 2 او بقى الـ4 بعيد، يبقى ده 2 طرفين وهنا الـ4، ويبقى الطرفين البعاد دول طرفين بيبقوا باور. في حاجة تانية، لو انا مش عايز الفوتو سيل انا ممكن احط مكانها اللوب ديتكتور، تبقى لوب قبل البولر ولوب تاني بعد البولر بالمنظر دوت، بتدخل جوه هنا اهوت، يا اما بتدخل في اللوب ديتكتور برضو راجع الوصله اللي انا قلت عليها عشان تعرف اللوب ديتكتور بيشتغل ازاي بالمنظر ده. في طبعا اكسسوارز زياده ممكن تتعمل، زي مثلا البوش بوتوم لو انت عايز توصل لها بوش بوتوم، وفي الترافيك لايت اللي هو عايز توصل لها الترافيك لايت. ده باختصار كل الوصلات اللي انت بتطلبها، الاكسسوارز والحاجات الطبيعيه. ندخل بقى في الوحده دي جوه بالتفصيل شويه.
بيرسيو سي بي دي. البيرس سي بي دي بتبقى بيسموها البولر كنترول يونت، وبتبقى معموله لاكتر نوع من انواع، يعني انواع كتيره من البولر. فلازم نعرف اول حاجه ان البيرسيو سي بي دي اي اللي بتشتغل معاها الانواع البولر ايه. فاول حاجه نعرف شكلها عامل ازاي، تبقى البورده بالمنظر ده كده اهوت، وداخله في انكلوجر بلاستيك المنظر دوت، بتثبت على الحيطه، وده الانكلوجر بتاعها، بيتقفل عليه في الاربع اطراف ديت، وبيدخل ده جواها. وطبعا انت هنا في فتحات فوق بتدخل منها الاسلاك بتاعتك، في فتحات تحت وفي فتحات فوق، مستحسن طبعا تحطها البطاريه اللي هي شكلها. وطبعا دايما ساعات بيديك فيوزات ان اهو زياده، يعني بحيث لو في فيوز ضرب او حاجه تبدله ان اهو. ندخل من جوه زي ما احنا شايفين متقسمة دي فيوزات، هنعرف دلوقتي كل واحدة ايه المنظر اللي قدامنا دوت بالتفصيل. اول حاجة عندنا الليدات، الليدات اللي هي في الحتة دي، هتلاقي فيه ستارت بي دي ام، البي دي ام ده اللي هو بتاع الهيتر، في اوبن كلوز هنعرف بالتفصيل، اف تي سي ده بتاع الفوتو سيل، الستوب بتاع امر الستوب، اف سي اي اللي هي الليمت سويتش بتاع الاوبن، والليمت سويتش بتاع كلوز، في بريس 1 وبريس 2 ده خاص بحاجه اسمها الاي اف او اللي هي امرجنسي فاست اوبن، وهنعرفها برضو بالتفصيل. في عندك اليو بي اس لو هو اصلا متوصل يو بي اس، وفي هنا الاوكسيلري اللي هو بتبقى الانبوتس البروجرام دي، يعني جنرال انبوتس كده بيديها لك او اوتبوت سوري، بتبقى بروجرام، ده هنعرفها برضو بالتفصيل ان شاء الله. الجي 1 هنا هو زي ما احنا شايفين بيبقى الحته ديت، دي 230 تيرمال بلوك، دي اللي بتدخل فيها الباور، وهنعرف برضو بالتفصيل ان شاء الله. جي 3 والجي 4 اللي هم دول، دول بيبقوا بيسموها الباور تيرمال بلوك اللي هي هاي فولتج، دي اللي بتطلع هاي فولتج، دي بتطلع 230 فولت، يعني هنشوفها ازاي بالتفصيل برضو. في عندك اللي هو اوتبوت اكسسوارز باور سبلاي تيرمينال بلوك اللي هي بتطلع بقى اللو فولتج، يعني احنا بنتكلم دول هاي فولتج، دي اللو فولتج، يعني هنتكلم مثلا في 12 فولت او 24 فولت انا مش فاكر، بس طبعا هيبان جوه. في عندك الجي اي 5 والجي اي بي، ده الانبوت تيرمينال بلوك، ده عشان الانبوتس بتاعتي، وهنشوف ان شاء الله بالتفصيل بتاعتها. في عندك الجي 8 دي بروجرامبل كونكتور فور ريسيفر، ده اللي بتوصل بيه الوحده اللي هي بتاعه الريموت عشان يشتغل معاك الريموت. في هنا هو 3 ديجيت ديسبلاي، 3 ديجيت ديسبلاي دول للديسبلاي اللي هنبرمج بيها قدام، واللي برضو اللي هيتوريك الستاتس بتاعه البورده. بعد كده في عندك الزرار اللي هو بتاع الستارت، الستارت دوت اللي انت عن طريقه بدل ما تركب بوش بوتوم، انت ممكن بالستارت ده تفتح البولر، تنزل البولر اللي هو في الاول خالص اللي انت بتشتغل بيه عشان تظبط قبل ما تعمل تركيباتك كلها. بعد كده الاف 1 دوت اللي هو لاين فيوز، بتبقى 6.3 في 32، هو بيبقى 16 امبير، ده الفيوزات. بعد كده الفيوزات التانيين دول اللي اسمها يسموها اللو فولتج فيوز، تبقى 5 امبير، دي حمايه خارجيه ودي حمايه داخليه للبورده. بعد كده بتلاقي الحاجه اسمها زرار الفانكشن ده، بروجرامنج، ده اللي بنعمل بيه البروجرامنج، الفانكشن والبلس والماينس ده اللي بنقلب بينهم، ودي ان شاء الله هنعرفه التفاصيل في الفقره بتاعه البروجرامنج نفسها. بعد كده هنلاقي بي ار 2 وبي ار 1 اللي هي راديو ريسيف بروجرامنج بوش بوتوم، اللي هي الوحده المتصله بدي اللي هي لو عندي ريموت اقدر ان انا ابرمج بيها الريموتات بتاعتي. الجي 6 اللي احنا شايفينه فوق ده، ده اسمه اكسبانشن كونكتر، ده اللي هو ساعات بيبقى عند الجهاز تبرمج بيه على طول، بتحط الجهاز ده وبيبقى اكسترنال بتحط بيه، بتبقى انت مخزن فيه برمجه على طول، بدل كل مره ادخل اعمل برمجه بالفانكشن وانا برمج في الجهاز ده. وده بيبقى هاي تكنيكال شويه، بتبقى يعني مع الشركه اللي هي واخده حق التوزيع للبي اف تي.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ دلوقتي التفاصيل بتاعة البيرسو سي بي اي. عايزين نعرف أول حاجة إيه أنواع البولرد اللي بيشتغل مع الو... مع ال... مع ال... معاه. هنيجي في الفانكشن الرئيسية هنعرفها دلوقتي. الفانكشن ديت اللي هو الديسبلاي ديت، بفضل دايس مدة طويلة على الاف ده اكتر من 5 ثواني عشان انقي اول مبدأ نوع البولر اللي انا هشتغل معاه. وطبعا بيظهر لي ان هو ارقام هنعرفها، افضل اقل ما بينها في البلس والماينس ده. واول ما الاقي الكود اللي انا عايزه اللي هو كود دوت بيرمز للنوع البولر اللي انا عايزه، ادوس على الاف اند بلس تو كونفير، يعني ادوس اول ما يبقى اوكي انا اللي اختار هختار نوع البولر ده، ادوس على الاف وبلس مع بعض. نشوف اول حاجه ايه اللي هقلب ايه والارقام بتاعتي تبقى عامله ازاي. اول حاجه عندك الرمز ده اللي هو سي 6، هختاره لو انا اللوحه دي هتتوصل ببولر نوعه بيلر بي 275 على 600، يعني طوله 600 6 سي ال. هختار سي 8 لو هو بيلر بي 275 على 800 6 سي ال، او اكسباس بي 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 275 على 800 سي ال. هختار اتش 6 لو هيتوصل معايا بيلر بي 275 على 600.6 سي ال اس دي. هدوس على اتش، هختار اتش ام لو هيتركب معايا بيلر بي 275 على 800.6 سي ال اس دي، او اكس باس بي 275 على 800 سي ال اس دي. هختار اتش 2 لو هركب اكس باس بي 330، طوله 330 على 1200، ودي بتبقى الثيكنس بتاعت البولارد من جوه. هختار دي 5 لو انا هركب معاه ستوبي ام بي بي 219 على 500 سي. هختار دي 7 لو هوصل معاه ستوبي ام بي بي 219 700 سي. هختار اي 5 لو هركب معاه البولرد اللي هو بتاع المشاده اللي بيسموه ايزي اللي قطره 115 في 500، او هركب معاه ستوبي بي 115 على 500. هختار ادي الايزي اللي احنا قلنا عليه، مش عارف مش كاتب الرمز بتاعه. هختار او 5 لو هختار ستوبي 210 على 500. هختار او 7 لو ستوبي 210 700. هختار ال 8 لو هختار لو هشغل الاكس باس بي 275 800 ال اس دي، واللي جنبه وحده اي اف او ايمرجنسي فاست اوبن اللي هي الوحده دي اسمها اي اف او، اللي هي وحده معموله لحد بيعدي ولازم يفتح بسرعه، ايمرجنسي فاست اوبن. نبدا التفاصيل دلوقتي. عرفنا ان انا اول حاجه ببرمج اللوحه على نوع البولرد اللي انا هختاره. بعد كده نمسك بقى بسم الله الرحمن الرحيم نبدا حته حته التوصيلات. طبعا انا في التوصيلات دي هراعي ان انا ان شاء الله ان انا اوصف الكارت وكل بولرد بالانواع بتاعته المشهوره يتوصل ازاي، فالحته دي معلش هتبقى كتيره شويه بس عشان يبقى الشرح كامل لكله، بدل ما اشرح بولارد معين مع الكارت ده انا هشرح الكارت ده مع كل انواع البولارد اللي هو هيتركب معاه. فهمسك بند بند مع البولارات كلها، يعني مثلا همسك دي مثلا مع كل البولارد، بعد كده ابدا امسك السوكت ده مع كل البولارد وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جي 1 اللي احنا اتفقنا بيبقى فيه باور سبلاي بالمنظر دوت. الباور سبلاي ده بتبقى توصيلته لاين نيوترال ايرث بالمنظر ده. ده ثابت لكله، دي ما لهاش علاقه بالبولر، دي لها ليها علاقه ان انت اهم حاجه يبقى زي ما اتفقنا في الاول ان هي تبقى 1.5 مللي، ما تقلش عن 1.5 مللي. نرجع تاني للوحه،
نبدأ في الجزء اللي تحت ده اللي هو اسمه J3 و J3A و B. ده حاجة اسمها outputs high voltage و outputs high voltage. يعني ايه دي high voltage؟ يعني بتدخل هتلاقيها داخلة للموتور، هتلاقيها داخلة لللمبات ال 220 فولت، هتلاقيها داخلة للسراين بتشغل 220 فولت. الحتة دي مهمة جدا ما تتلمس واحنا شغالين، لان دي بتطلع 220، دي بتطلع فولتيات كبيرة. نبدأ نشوف التوصيلات بتاعتها، وغالبا اصلا بتبقى متوصله، بس احنا نعرف التوصيلات عامله ازاي، بحيث افرض مثلا رحت في مكان والمكان ده التوصيل بتاعته متشاله مثلا. نمسك الجزء بتاع J3A. هنتكلم على الاكس باس بي 330 على 1200، وده طبعا ماكسيمم 1 بولارد، يعني ده ما ينفعش البيرس يو سي بي اي ياخد اكتر من البولارد، هو بيشتغل على بولارد واحد بس. التوصيله بتاعته بتبقى جوه ده في موتور، طبعا الموتور ده هنا اهوت بيتوصل باللي احنا شايفين الموتور بي، بيتوصل هنا اهوت بيبقى في كاباستور جوه المكان دوت، بيتوصل بالمنظر ده كده اهو، والكومون بيوصل هنا اهوت. طبعا الباقيين انا مش محتاجه فبقفل دول كلهم. يبقى انا لو انا الجزء ده السوكت ده هوصل الكوم والموتور بي فقط، والموتور بي اللي هنا مش دوت. ده بالنسبه للاكس باس بي 330 1200. طيب لو هشتغل البولارد اللي هو نوعه اكس باس بي 800 او البيلر بي او الستوبي ام بي بي او الستوبي بي، وده ممكن البيرسيو سي بي اي دي تاخد ماكسيم 4 بولرز، يعني ممكن واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه، ممكن الاربعه مع بعض. طبعا التوصيله بتاعتي مش هتبقى سهله، قبل كده موتور بي وكوميونيكيشن، لا المره دي هيبقى عندنا هياخد موتور اي يتوصل هنا جوه البولرد، والكومون يتوصل جوه البولرد هنا اهوت زي ما احنا شايفين كده اهو، والموتور بي. يبقى احنا عندنا كده موتور اي موتور بي. على فكره الاسلاك دي الاسلاك الحقيقيه بالالوان الحقيقيه، يعني ده لونه اسود فعلا وده لونه جراي في بلو، لو انت شفته في المانيوال هتلاقي نفس الكلام ده، والموتور بي ده هتلاقي لونه اللي هي الاورنج او البراون، يعني حسب اللون دوت يعني. وطبعا دول مش هوصلهم اكس ديت، يعني اللي هو مش هوصل عليهم حاجه. هنيجي بعد كده نوع اكس باس بي 275 على 800 ال اس دي اي اف او، ده بقى جواه اي اف او، فده اقصى حاجه ليه ماكسيمم 2 بولرد، وهيبقى التوصيل بتاعه بالمنظر اللي احنا هنشوفه دوت. جوه الكباسيتر ده بياخد الموتور بي هنا والموتور بي هنا نفس الكلام، ادي الموتور بي ده بيدخل هنا اهوت، والموتور بي ده بيدخل هنا اهوت، يعني انت بتدخل الواحد هنا والتاني هنا اهو بالمنظر ده كده اهو، وبتوصل في كاباستر بالمنظر ده كده، يعني ده طالع منه جزء داخل على الكباس وهنا على الكباس وطالع في الموتور بي، ونفس الكلام هنا داخل من الكباستر وده من الكباستر وداخل على الموتور، وتقفل الباقي. نيجي على السوكت اللي بعديه، احنا كنا بنتكلم على الحته ديت، ندخل على البي. نفس السوكت احنا اتكلمنا خلاص على الحته ديت، ندخل على الحته برضو اللي احنا يعني خلصنا الموتور، ندخل بقى على الحته اللي فوق. الحته دي مهمه بقى، انت في كاباستور جوه، لما قلنا ان في كاباستور جوه احنا بنقفل الكاباستور ده والكباب ما نوصلوش، لان في هنا كاباستر والتوصيله هتبقى اللي احنا عارفينها. طب افرض انت رحت مكان الكاباستر ده بايظ او مش موجود او بتاع دي، وانت في ايديك كاباستر، في الحاله دي نعمل ايه؟ انا معايا كاباستر خارجي، ما دام معايا كاباستر خارجي انا اوصل على طول هنا بالمنظر ده الكاباستر ده، ادخل هنا وهنا
ده استخدم الكاباستور بتاعي من اللوحة نفسها، ماخدوش من هنا من جوه. تمام كده؟ يعني لو رحت المكان لكن البولارد اللي جوه ده بايظ ومش عايز ادخله، يعني افك البولارد واحط في كاباستور، او عارف ان الكاباستور هنا بايظ، انا ممكن اركب الكاباستور على طول على اللوحة من بره بالمنظر دوت. عشان كده الحتة دي ما كنتش شارحها غير في الاخر. بعد كده احنا شرحنا جي 3 اي، ندخل ان شاء الله على جي 3 بي. كل ده احنا بنتكلم في الاوتبوت هاي فولتج. هنتكلم برضو بثلاث انواع، اكس في باس، انا مش عايز اتكلم بقى كل مره اقول الاكس في باس ان هو ماكسيمم وان بوند، انا كل ده هيتعاد كل مره في اي شرح، هعيد الثلاثه مع بعض. ده بياخد ماكسيمم وان بولر، نشوف التوصيله بتاعتنا عامله ازاي. هنا عندك اي في 1 ودي ال اي في 1، اي في 1 ده بيبقى المنظر ده بالظبط، ده بيبقى حاجه اسمها اي في، ده اختصار حاجه اسمها الكترو فالف، وده بيبقى موجود بس في الهيدروليك بولرد، اللي هي الهيدروليك اللي بيشتغل البولر بيشتغل بهيدروليك اللي هو ضغط الزيت، فدايما في فالف اللي بيفتح الصمام بتاع الزيت او يقفل الصمام هو ده، فدايما هتلاقيه الاي في 1 ده في البولرد، وفي جواه حته مخصصه ليه. ده بيبقى توصيلته بالمنظر ده كده، بنوصل الاي في 1 وبناخد الاي سي 2 بيتوصل في الاي في فالف. اوكي، بعد كده الاي في 2 هتسمعه كتير، ده الكترو فالف بس في حاله ان الهيدروليك وحاجه اسمها انت موصل له الوحده اللي هي بتبقى بومبيه زياده دي كده، تلاقي صندوق جنبيها اللي هي اللي احنا قلنا الاي اف او اللي هي emergency fast open bullet، دي بتبقى موجوده بس في الاي اف او، دي بقى هتبقى توصيلتها بالمنظر ده، بتاخد من الكومن بار من الاي سي 2، ده اي سي 2 واي في 2 ده بتبقى بتاعتها الامرجنسي. اوكي، والالوان دي فعلا احمر والتاني ابيض بنفس المنظر ده. طيب الحته دي عشان ما نسيبهاش برضو نشرحها مره واحده، ودي انت لو عندك اشاره مرور في هنا بتوصلها بالمنظر ده كده اهو، ده الجرين بيدخل في الجرين والاحمر بيحفر في الاحمر والاي سي 2 بيدخل مشترك ما بين الاثنين. برضو لو عندك لامب، اللامب برضو بتوصل على طول، ده بالنسبه لهم الكومن واللامب، وقلنا ده كله بيطلع 220 فولت. اوكي، نيجي بعد كده طبعا دي هثبتها فوق دي، خاص دي طبيعي، ده الكله كده ملهاش علاقه. نيجي على الاربعه بولر اللي هم الاكس باس بي 80 سي او بيلر بي ماكسيم اربعه بولر، هوصلهم ازاي دول بقى؟ الاي في 1 هيبقى اي في 1، وطبعا تتوقعوا ان ده هيطلع منه الاي سي 2 زي التانيين كده اهوت بالمنظر ده كي او، وبعد كده النوعين الباقيين اللي هما الاكس باس بي 250 و 800 ماكس 2، ده نفس الكلام برضو هيوصل ده وده. طيب في حاله بقى عندي هنا في بولر اي اف او، الاي اف او طبعا نفس اللي عملناه في اللي هو البولر رقم اللي هو الواحد هيتوصل ده بنفس المنظر ده كده، ده للاي اف او. تمام، خلاص احنا خلصنا دوت وخلصنا الاثنين دول، ندخل على جي 4. الجي 4 دوت اوتبوت لو فولتج، ده اللي هو بيطلع 24 فولت. هنشوف ده بيعمل ايه، نركز شويه علشان ده هيبقى ساعات مرتبط بحاجات فوقيه. معلش انا بمسك سوكت سوكت، طبعا نرجع تاني اللي هو الطبيعي بتاع البريك 1 بريك ماينس والبريك بلس، ده دي خلي بالك الاثنين دول بس هتستخدمهم لما البولارد يبقى الكتروميكانيكال، يعني عندنا بولارد اسمه هيدروليك اللي هو بيشتغل بضغط الزيت، والكتروميكانيكال ده تروس بتعشق في بعض، فالتروس لما بتطلع انا محتاج اعمل بريك، يعني بريك ليها وهي فوق، انما الهيدروليك لما بيطلع بالزيت انا عندي ضغط زيت، ما طول ما الفالف قافل عليه انا مش ضامن ان هو ينزل خلاص، انا ضامن ان هو ما يقعش تاني، انما في حاله البريك الكتريك بريك اوتبوت انا محتاج الكتروميكانيكال بولر يبقى عندي البريك دوت، بيبقى لونهم ابيض الاثنين كابلين ابيض فور موتور الكتريك بريك اند ذا اذر فور باتري اف اكزيست، يعني انا محتاج اثنين ابيض
واحدة للبريك والتانية لو أنا عندي بطارية أوصلها بيها، ودي activated only when bollard lifted، يعني بتشتغل بس لما البولارد يبقى بنسميها البولارد كلوز مش اوبن. كلوز يعني البولارد طالع فوق الارض واقف، فانا محتاج اعمل بريك فبحتاج الحتتين دول. نمسك بقى الاكس باس بي 330، طبعا ماكسيمم احنا عارفين ده ماكسيمم، مش كل مره اقول ماكسيمم 1 بولارد. هطلع البريك بلس عندي ان هوت داخله ان هوت الجي 5 اي ديت بتبقى فوق في اللوحه، انا لسه هنيجي عليها. فلما اجي اشرح الجي 5 واقول لك الحته دي نازله تحت في البريك بلس، انت عارف ان انا شرحت البريك بلس. فاول حاجه بريك بلس ان هوت، بريك بلس طالع ان هوت داخلي هنا على اتنين ريلي، الريلي ده واحد فيهم داخل على اف سي سي، ده اللي هو الليمت سويتش بتاع الكلوزنج، والتاني الليمت السويتش بتاعت الايه. يعني ايه؟ انت لو عندك مثلا كان زمان في الدش ده بيلف يمين وشمال، فايه اللي بيخلي الدش هو بيتحرك ما يقفش شمال؟ او يعني في حاجه اسمها الليمت سويتش او البارير مثلا، ازاي بيقف وبيقف مثلا هو واقف بيوصل للليمت سويتش بيقف. فالليمت سويتش ده الليمت سويتش معمول للبولد عشان يعرف السكه ما يكملش، او ما يوصل بيمسك الليمت سويتش بيقفل عليه. دي اللي هي الاف سي اي والاف سي سي سي، وفي بينهم الكومن بنفس التوصيله كده بالظبط. بعد كده باجي برضو فوق في اللوحه في حاجه اسمها جي 5 بي، ده في حاله ان هو عندي يو بي اس، باخد برضو منها حته على اليو بي اس بحيث لو لبس في اس يو بي اس اشتغل يلقط معايا برضو. دي في الحته دي ده مهم جدا بريك بلس دي، عشان حاجه الحته دي وانا بشرحها هقول لك ده نازلين على جي 4 بريك بلس، تبقى انت فاهم ايه. طبعا بقفل الباقيين، نيجي بقى على اللي هو اللي بعد كده اللي هم الستوبي ام بي، ستوبي بي الاربعه بولرد، بتبقى توصيله بطلع من بريك بلس ان اهو وبدخلها جوه في الاي اف، برضو باخد من هنا بوصلها بالبريك ماينس، النوعين دول بنفس التوصيله دي. وبعد كده باخد من ديت على اليو بي اس. طيب لو هي بالنسبه لي بقى اللي هو التو بولر، يعني اللي هو الاكس باس بي وال 800 اس دي اي اف او اللي بتاخد تو بولر، لو انا عندي ما فيش بطاريه فالتوصيل عندي ده طبعا ده الزرار اسمه ايمرجنسي اي اف او اللي احنا اتفقنا عليه، بتبقى توصيله من فوق يو بي اس هنا داخل دايركت على المفتاح بتاع الاي اف او، وبيطبع منه هنا في اوكسيلري بيروح على الطرف الثاني بتاع الاوكسيلري، ده الزرار بتاع الاي اف او اللي بيشتغل مع دول. طبعا بقفل بريك ماينس ديت. طيب لو انا بعد كده بنتكلم على الليدات، احنا خلصنا البريك بلس والبريكس ماينس، عايز اعرف الباقيين. نرجع تاني اللي هو اكس باس بي 330، وهنا الليد طبعا هنا جوه في وسط الليد وفي بازر بيتوصل عندي بالاوتبوت، بازر دوت بيتوصل عندي اوتبوت الليد هنا، وطبعا ايه باخد من فوق دول بقى، كل دول مهمين معايا ليه بقى؟ دي لما اجي اشرح فيها ده اللي هيفتح ويقفل البورد وبتاع. فاي حركه من دول محتاج انا اشغل البزر والليد الموجودين في العمه بتاعه البولرد، فدايما هتلاقيني موصل من هنا زي ما هنشوف التوصيله دي عشان تحس بيهم، اول ما تحس بيهم على الكومن بتاعي يبدا يحس بيهم يشتغل على طول. فالتوصيله عشان كده بتبقى بالمنظر ده ونفس الالوان دي بالظبط. طبعا بقفل ال 24 في اي سي 2 اللي بيطلع 24 فولت، يعني عندي البزر والليد في منهم نوعين، في نوع بيشتغل 12 فولت ده اللي بياخد من هنا على طول، وفي نوع اللي هو 24 فولت وهيبان دلوقتي. بعد كده في عندي الاوتبوت 5 وعندي الاوتبوت 4، ودول بروجرام انا ببرمجهم زي ما انا عايز، بروجرامبل فري كونتاكت ريلي اوتبوت، يعني اشغل ده وده حسب ما انا ابرمجهم. وطبعا في اخر السيشن خالص هنعرف البرمجه ازاي. بروجرامبل فري كونتاكت ريلي اوتبوت نورمالي اوبن اوتبوت
اوف ذا سكند راديو ريسيفر شانل. انت كمان ممكن بيهم تبرمج السكند في سكند شانل تاني بتاعتك، وهنعرف بقى تفصيلها برضو تحت ان شاء الله. انت عندك 4 انواع ليفل من انواع البرمجة، وان شاء الله هناخدهم كلهم سريعا باذن الله. هي الحتة اللي بتكلم فيها دايما، قلنا التوصيله دي ما دام مش واخده من 24 فاسمه 12 فولت ليد بازر، اللي هو ده بيتوصل بالعامة. هاي الاربعات بقى اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي الاكسباس والبيلر والستوبي، بتبقى التوصيله بتاعتها برضو البازر والليدات بنفس المنظر دوت، الاوت ليد داخل والاوت بازر، والكومن هنا في الحالتين في الحاله دي 24 في اي سي. بناخد بقى الكومن بتاعي دوت، مش محتاج اهو 24 فولت ليد بازر، لان ده بياخد 24 مش 12 زي التانيين. اللي بعديها اللي هم النوعين اللي هم اكس باس و800 اي اف او، طبعا ان هو بتبقى فيها بازر وفيها ليد، بتوصل بنفس الطريقه ديت، دول برضه 24 في سي ليد بازر. بعد كده احنا كده خلصنا كل دول، دول ودول، كده فاضل لنا بقى ده والباقيين. دي اللي هي الانبوتس بقى بتاعتي، هنتكلم كده دي اللي هي اللي احنا بنشتغل فيها. طبعا اول حاجه في الاكس باس بي اللي هو ماكسيمم 1 بولرد، فاكر لما قلت لك ان في بريك هنقول عليه، اهو ده الحته ديت التوصيله بتاعته، بتبقى الاف سي سي بيدخل هنا اهو، ودي انا عدتها فوق برضه تاني، والاف سي اي بتطلع هنا اهو داخل على البريك على الكومن، وهنا داخل على البريك. دي اللي انا قلت ان انا هرجع عليها تاني، فمعروف انا شرحتها تحت في البريك في البريك اي، وقلنا البريك بلس دوت ده معمول للبولرد اللي بيشتغل الكتروميكانيكال بس، علشان يبدا يقف البتاع ده. وطبعا محتاج يعرف الليمت سويتش بتاعه الاف سي سي والاف سي اي عشان يعرف البريك يشتغل امتى، لما يبقى البولرد كومبليتلي ليفتد، يبقى فوق بس يعني مغلق. طيب لو انا عندي هنا اهوت انا في اي اف او ومن غير بطاريه، التوصيله هتبقى عامله ازاي؟ في عندي مفتاح اسمه اي اف او، التوصيله بتاعته سهله جدا، باخد من الريلي دوت واوصل عليها، واطلع من هنا اروح على جي 5 بي، حاجه اسمها الاوكسيلري، ودي شفناها برضو فوق. طيب لو في بطاريه، البطاريه دي بدل ما ده الاصفر ده هيدخل دايركت على المفتاح، لا ده هيدخل لي على الماينس، والبوست بيدخل على دوت على طول. اوكي طيب نيجي بعد كده اللي هو الاربعات، اللي هي اف سي اي اللي هو الليمت سويتش بتاع الاي، ده جوه ده موجود جوه في لوحه هنا صغيره، تخيبك دي بنتكلم على لوحه بيرسو سي بي اي اللي هي البولرد كنترولر، وفي هنا حاجه اسمها دي كنترول يونت، وفي حاجه اسمها بولت كنترول الصغيره دي هنا اهوت، ودي بالتفصيل مشروحه في فيديو بتاع الاكس باس الثاني اللي هو 800، اللي هي شكلها ازاي جوه عامل ازاي. ف برجاء بس مراجعه الفيديو الثاني، لان فيه التفاصيل بتاعته اللي هي دي توصل فين. دي التوصيل بتاع الكومن بالمنظر ده، الاف سي سي برضه بتاخد من الاف سي بالمنظر ده بالظبط، دي توصيله الاف سي سي والاف سي اي في حاله البولر الانواع البولر ديت. طيب الاف سي سي في حاله ان في اي اف او بنعمل ايه؟ سوري، في حاله ان في اكس باس بي، دي الوحيده الجزء اللي انا مشاور عليه ده بيتوصل في حاله بس الاكس باس بي 800 سي، هنا الباقيين ما بتوصلش خالص. يعني انا بتكلم لا البيلر هيحصل فيه كده، ولا الستوبي كذا، لا الستوبي ام بي ولا ستوبي بي، مش الاف سي مش هنوصلها خالص، دي بس هتتوصل في حاله الاكس باس بي 800 سي. نيجي على اللي هو الاكس باس 275 وال 800 ال اس دي، هيبقى التوصيله بتاعته برضو زي الطبيعي بتاعها يعني. وفي حالة ان احنا عندنا اي اف او
هناخد من هنا من الكومون يدخل على البطارية، البطارية يوصل هنا اهوت الاوكسيلري بنفس المنظر اللي احنا شايفينه ده بالظبط. بعد كده هنتكلم على الستوب. طبعا هنا المفروض العلامه على الستوب. ايه الستوب ده؟ الستوب ده باختصار ان انا لو عندي بولارد، البولارد ده نازل وانا اديته امر فتح وجيت عملت ستوب يوقف الدنيا. Safety input when it activates the automation is immediately stopped during the pause time. A stop control eliminates the automatic closing, leaving the bollard open waiting for a command. بيبقى مستني الامر. طيب ايه هو ال FTC؟ FTC ده بتاع الفوتو سيل. يعني لو عندي بولارد كده اهو، البولارد دوت بالمنظر دوت وبيطلع فوق معايا وفي عربيه عدت او شخص عدى قطع الفوتو سيل، اوب يقف على طول. وفيها منها انواع، في يقف وينزل وفي يقف ويفضل مستني كده وبعدين ينزل تاني، دي ليها برمجه كتير. بس هو اهم حاجه ده بالنسبه لي الفوتو سيل اهو. وطبعا هنا ملاحظين ده نورمي كلوز وده نورمي كلوز، يعني ده لو اتفتح عن طريق الفوتو سيل او اتفتح عن طريق الستوب ده عن طريق البوش بوتوم اللي انا دوست عليه ده، بيوقف الدنيا كلها وينزل تحت على طول. بعد كده بنعمل على كلوز، في امر اسمه كلوز. ساعات بيبقى الراجل بتاعنا يقول لك انا عايز 3 مفاتيح، عايز مفتاح ستوب اللي احنا اتفقنا عليه، وفي مفتاح كلوز. كلوز ده ان هو يعني كلوز دي يقفل يقفله فوق، يطلع البتاع ده فوق. وفي عندي اوبن، في واحد يقول لك لا انا عايز زرار واحد واسميه ستارت، والستارت ده هنيجي نعرف هو ايه. ده كلوز ده بيقفل البولر زي ما احنا شايفين كده اهو بالظبط، تمام. ده كلوز. في الاوبن ده طبعا من اسمه باين اهو بيفتح الطريق، فهتلاقي ان دوت هينزل هيقفل على طول. في بعد كده في حاجه اسمها البي دي ام. البي دي ام ده الانبوت ذات اوبريت ذا بولارد اوبننج اند كلوزنج ذا كوماند از اجنورد وين اوبننج. ده سوري مش البي دي ام، ده الستارت. الستارت ده في كذا نوع، في حاجه اسمها 2 ستيبس، حاجه اسمها 3 ستيبس، في حاجه اسمها 4 ستيبس حسب البرمجه يعني. ده في ساعات بتروح في مكان بيبقى فيه بوش بوتوم واحد بس، البوش بوتوم ده لو دوسته مره يفتح البولارد، دوست عليه تاني يغلق البولارد، دوست عليه والبولارد بيتحرك يعمل ستوب ويغير. يعني هو ده بيجمع الستارت ده، ممكن ابرمجه ان يبقى فيه الاوبن والكلوز والستوب. يعني ده هو البي دي ام بقى، هو بروجرامر انبوت. ده معمول للثيرمو اللي هي التسخين في حاله اللي هي البلاد البارده او كده، وده احنا غالبا ما بنستخدموش يعني. نيجي بعد كده على حاجه اسمها احنا كده خلصنا، هنيجي على الجي 5 بي، ودي هي الانبوت الثاني احنا ما اتكلمناش عليها. في حاجه اسمها بريس 1. ايه البريس 1؟ ده كلوجر ترافل ليميت بريشر سويتش. ده بريشر سويتش ده اللي مسؤول عن الاي اف او. في منه نوع بريس 1 وفي منه بريس 2. ليميت سويتش ان سي انبوت از كلوزنج وين اكتيفيت ذا كلوزنج ترافل فينيش فور هيدروليك بولارد اونلي. ده معمول للبس البولارد الهيدروليك. ده بيسموه الترافل ليميت بريشر سويتش. ده اللي بيدي الليميت سويتش بتاع الهيدروليك، مش اللي هو الاف سي سي والاف سي اي دوت اللي هو بريس 1. في بعد كده البريس 2، ده مسؤول عن الموضوع ده بس لوحده الاي اف او. ونشوف التوصيه بتاعتها عامله ازاي. ادي هنا اهوت ده البريس 1 وده البريس 2، توصيلها بيبقى المنظر ده. بريس 1 داخل على دوت وفي بينهم كومون،
والبريستو داخل على الزرار دوت، ده اللي هو بتاع الاي اف او، بنفس الاي اف او بنفس المنظر اللي احنا شايفينه دوت. طيب لو عايزين اللي هو خلصنا دوت، هتيجي على اليو بي اس. اليو بي اس عارف، فاكرين نازل على البريك بلس اللي احنا شارحينه المرة اللي فاتت. بيقول لك اليو بي اس ستارت انبوت تو بي كونكتد تو سمارت يو بي اس، لازم توصله بيو بي اس سمارت علشان يبقى فيه الاوبشن دوت. ستاتس اوت اكتف هاي ديورنج مينز فيلر، بيشتغل لما اللي يحصل الفيلر الرئيسي يقفل دوت، فيبدا اليو بي اس يعمل انديكيشن ان للبريك، ان خد من اليو بي اس نفسه يعني. The control unit has also an internal detector that works with simpler square wave UPS. With this simpler UPS there is no need to use this input. يعني لو عندك انت اليو بي اس اللي بيعمل الموضوع ده كله، انت مش محتاج توصل اليو بي اس دوت. الاي اف او with وال without، يعني اذا كان سواء الاي اف او ان هوت مع او ما معوش بطاريه، انت بتوصل اوكسيلري. ايه الاوكسيلري ده؟ نتكلم على الحته الاوكسيلري دي. ده الاوكسيلري انبوت اوكسيلري فور بولارد with اي اف او ديفايس از اكتف when emergency اف او كوماند از اكتف. يعني انت بتفعل الاوكسيلري ده لما انت بتبرمجه ان البي اف عندك اكتف، فبتوصل وصلت الاي اف او ديت سواء في بطاريه او مفيش بطاريه. طبعا اللي فوق دي اللي هي بتبقى بتاعه الانتنه، بتبقى الكواكسل كيبل ان هوت، الانر بتوصله بالانتنه، والشيلد بتوصله على الجزء اللي هو المعدني اللي هو اللي بره، اللي هو الشبكه المعدنيه اللي بره او الفويل اللي بره. هنا مالتي بيربوس انالوج انبوت، ده بيبقى شانل 2، بتبقى بتوصل لها انالوج، ده بتبقى نوع من البرمجه وهنعرفها برضو تحت ان شاء الله. نبدا توصيلات اللي هو احنا اتكلمنا على واحد، نتكلم على اللي هو اربع بولر مع بعض اللي هم الاكس باس والبيلر بي. هتبقى التوصيله بنفس المنظر كده بالظبط، البريس 1 بيطلع والكومون، هنقفل البريس 2. لو هي 2 يبقى هوصل، لو هو اللي هو اكس باس بقى النوع الثاني، يا بريس 2 ونورمالي اوبن بنفس التوصيل، والنورمال كلوز بنفس المنظر كده بالظبط. دي التوصيله بتاعته، البريس 1 بيدخل جوه هنا عند اللوحه النورمال كومن، وهنا النورمال كومن. وعلى فكره الرسمه دي معموله بالتفصيل في المانيوال بتاعها، نفس المنظر ده. هتفتح ده من جوه، هتلاقي المكان اللي انت هتدخل فيه ده وتطلع منه الناحيه التانيه. نيجي على البروجرامينج. احنا كده خلصنا التوصيلات كلها بجميع انواع اللي توصل مع السي بي اي. نتكلم على البروجرامينج بتاع البيرسيو سي بي اي. طبعا بنتكلم على البروجرامينج، فمع لازم نعرفين احنا هنتكلم على الجزء المتنقط دوت. الجزء ده هو اللي هنتكلم عليه. اول حاجه الليد اللي احنا شايفينها دي فيها دايما فيها الستاتس ديت، يا اما عندك 01 دي ايديال، يعني هو مفيش اي امر جه عليه، ده بيبقى بيديك رقم 01. طيب لو لقيت مكتوب 02 يبقى انا البولارد بينزل معايا اوبننج، يعني لسه بينزل شغال بينزل. طب نزل ووقف ونزل تحت الارض هتلاقي رقم 03. طب لو لقيته 04 يبقى انا دوست وهو بينزل كلمة ستوب فيدي لك 04. طيب 05 يعني انا بيبدأ يعمل كلوزنج، يعني رايح في السكة ان البولارد يترفع. طب وترفع ووقف يبقى 06. طب وانا برفعه ودوست ستوب يديني 07. طيب 08 يبقى في واحد في فوتو سيل مقطوع، يعني في عربية واقفة، في واحد واقف، في الفوتو سيل بايظ،
ستوب ديو تو. طيب 0.9 اوبننج افتر فوتو سيل تريجرنج، يعني بيحصل ان واحد داس والفوتو سيل واحد بيتحرك والفوتو سيل والبولر كان شغال فالفوتو سيل حاسبه فبيفتح تاني 0.9. 10 بوز افتر فوتو سيل تريجرنج، يعني انا ممكن اكون ظبطت ان الاول ما الفوتو سيل يشوف وهو بيتحرك البولر مظبطه انه ينزل يعمل لي 0.9، لو مظبطه ان هو يقف بوز يبقى هيعمل لي 10. طيب دي بقى الاو او بي في الهيدروليك اونلي، يعني ال 11 و12 و13 دول في البولد اللي هم هيدروليك اونلي. لو لقيت 11 هيقول لك انا وقفت علشان في حاسس ان في حاجه فوق البولد، ممكن عربيه لسه واقفه، ممكن واحد وقف يعني في اوبستكل. 12 opening after a ticked obstacle، يعني انا لقيت انا عامل السنسور ان لما تلاقي في عربيه فوقيه وانا فتحته ومفيش فوتو سيل عامله ولا لوب، اول ما يلمس العربيه ينزل تاني، يلمس العربيه هو فوقيه ينزل تاني، ده ال 12. 13 انا وهو بيقفل في عربيه قدامي فبيعمل بوز، بس دي برمجه برضو البوز دي، يبقى 13 يعني انا البولارد بيجي يغلق فلقى اوبستكل قدامه وقف ما نزلش تاني، وقف عشان برمجه انه لما يحصل كده يقف على طول، يبقى 13. في بعد كده في حاجه اسمها 14، 14 دي اللي هي تايم ماكسيمم وركينج تايم ان اوبننج ريتشز، يعني ايه؟ دي مهمه قوي، يعني انا دلوقتي انا مبرمج غلط ودوست مثلا اغلاق، فهو المفروض مثلا الاغلاق مثلا على نوع معين يغلق في 3 ثواني مثلا، هو لا الراجل شغال لسه ما وصلش للليمت سويتش وقاعد يفتح يفتح يفتح، فبيقول لك دي ماكسيمم وركينج تايم ان اوبننج ريتش، انا واصل لدرجه كبيره وانا شغال لغايه الاخر ولسه ما وقفتش، ده في الاوبننج وده زيه في الكلوزنج، ودي لما بتحصل يبقى في برمجه غلط او انت مدخل في الاول خالص نوع البولارد غلط او الليمت سويتش بايظ. بعد كده البرمجة بقى الحقيقية، انت خلاص كده عرفت المنظر عامل ازاي، ودي طبعا بتبقى مهمة قوي انك تعرف الرقم اللي قدامك ده معناه ايه. في عندك 4 انواع من ليفل للبروجرامينج، طبعا اهم حاجة هو الفيرست ليفل، مش مطلوب منك تعرف 2 او 3 او 4 بس بنقولهم بحيث لو مطلوب منك حاجات معينة بالزيادة او بروفيشنال. يعني انت عندك الزرار سال فانكشن دوت، وعندك الماينس والبلس، وبنتكلمنا في الاول خالص ان الفانكشن دوت بينقي الفانكشن وده بتقل ما بين البارامتر بتاع الفانكشن اللي هنشوفه. عشان ادخل على الفيرست ليفل بدوس على الاف ديت لمده 2 ثانيه، بعد كده برفع صباعي عن الاف، بعد كده اضغط مره واحده على الاف فتظهر لي الوظائف، هتظهر لي الوظائف. انا لما تظهر لي الوظائف اضغط مره تانية تظهر الوظيفه اللي بعديها، يعني ايه؟ اختار الاف اللي بعديها اقوس تاني السطر اللي بعديه، تالت في الاف السطر اللي بعديه وهكذا. طب لو انت مثلا بتدور على حاجه معينه وصلت لها عايز بقى ابرمج بالبلس والماينس اقلب بينهم، البلس ابدا ابرمج بينهم، يبقى استمر بالضغط حتى اصل، وبعد ما اخلص خالص ادوس افضل ادوس اف خالص لغايه ما اوصل على الاس تي، معنى كده ان التغييرات اللي عملتها بالبلس والماينس دي انا سيفت. ندخل على البرمجه. احنا قلنا في الاف هفضل اقلب ما بين دول، انا اول ما اوصل لدول هيديني وانا واقف على ال او هلاقي في ارقام جوه، دي بقى اللي انا بعمل بلس والماينس اختار بينها. نمسك حبه حبه، في رمز ال او function logic، يعني ايه؟ لو انا سبتها 0 0، طبعا انا المنظر دوت هتلاقي فيه حاجات لونها ابيض وحاجات لونها بني، البني ده اللي هو الديفولت، يعني انت بتلاقيها دي لو سبتها ما غيرتهاش ده بتيجي مع المصنع. طيب لو اخترت 0 0 يعني ايه ضغط بسمار؟ دي بيسموها ديد مان بوش بوتوم، يعني ايه؟ انا هشغل البوش بوتوم يشتغل معايا طول ما انا حاطط صباعي على البوش بوتوم، ده بيسموها الديد مان، يعني الراجل الميت
اللي هو بيعملوها دايما في المصانع الحرجة قوي او اماكن ما ينفعش تدوس دوسة والباب يفتح، البولارد يفتح ودوس تانية، لا ده انا عايز طول ما انا دايس يفتح اسيب ايدي تقف، ده اسمه ضغط، بختار 00. طب لو 01 ده الطبيعي بتاعي شبه اوتوماتيكي. يعني ايه شبه اوتوماتيكي؟ يعني دوسة تفتح دوسة تقفل، دوسة وهو بيتحرك تعمل ستوب او تعكس. طب لو 02 اوتوماتيك يعني ايه؟ يعني لو هو في عربيه جايه دوست دوسه على البوش بوتوم، نزل اللي حصل اوبننج والعربيه عدت وبعديها بدي مثلا وقت يفتح اوتوماتيك يغلق اوتوماتيك، يعني البولر دي ترفع لوحده، دي اوتوماتيك. اوكي، بعد كده الفانكشن اللي بعديها اسمها كلوز، هي بتبقى ديفولت اغلاق عادي، يعني اللي هي لما تمشي بتغلق عادي. واحد لو اخترته يبقى اغلاق عند عدم الضغط، يعني انا لو لا اغلاق عادي ده يعني لازم ادوس علشان يغلق، لو سبت واحد بيقفل بعد فترة لوحده. اتنين كما سبق ويستعمل كامان، يعني اتنين ده زي اغلاق عند عدم الضغط ويستخدم كنوع من الامان، ان انا بامن ان انا لو نسيت ادوس هو بيفتح لوحده. الاف تي اللي هي الفوتو اللي بعديها هي بتبقى لو اخترت 00 يبقى عدم الاغلاق الا بعد مرور السيارة، يعني انا البولارد مش هيقفل غير لما السيارة اللوب ديتكتور او الفوتو سيل يحس بيها. لو اخترت الخيار 01 افتح اثناء الاغلاق، افتح اثناء الاغلاق يعني لو انا دلوقتي بقفل والفوتو سيل اتقطع افتح تاني وانتظر 1 ثانية بعد ما العربية تعدي ويقفل بعديها بإغلاق. طب الطبيعي اللي تحت ديت هي 02 اللي هي الديفولت، افتح اثناء الاغلاق، يعني انا افتح وانا بقفل وبس انتظر 3 ثواني بدل ما هي 1 ثانية. طيب الاوبكستكس اللي هي اعاقة، ودي بالهيدروليك اونلي، دي اللي هي احنا اتكلمنا عليها لو البولارد انت مش مركب له فوتو سيل ولا مركب له لوب ديتكتور وعايزه اول ما يحس ان في جسمه فوقيه يعمل ايه. غير مفعل ده بتبقى اصلا ده الطبيعي بتاعه، بس انا نسيت اعمل ان هو براون. اللي بعديها اثناء الغلق تجمد لحين باقي امر اخر، يعني ايه؟ انا بقفل في عربيه فوقيه يحصل لي فريز لغايه ما اشوف انا هعمل ايه، ادي امر ايه، فتح ولا قفل ولا اكمل ولا ايه. تاني حاجه اثناء الغلق يتم الفتح ثم الانتظار لحين ياتي، يعني دلوقتي باجي اقفل البولر في عربيه فوقيه افتح على طول انزل على طول وافضل مستني تحت حتى لو العربيه عدت لغايه ما اشوف انا هعمل ايه، هعمل كلوزنج تاني ولا اخليها مفتوحه. التالته اثناء الغلق يتم الفتح ثم انتظار 5 ثواني ثم يتم الغلق، ده بقى هنا ما بيستناش، بيستنى 5 ثواني بعد ما العربيه تعدي خالص يعد 5 ثواني ويبدا تترفع البولر تاني. البي او دوت انذار قبل الفتح. ايه انذار قبل الفتح دوت؟ اللي هو لو عندك مثلا لو عندك سرينه بزر بتاع البولر، عندك عندك الليد اللي في البولارد، فانا بدي وقت قبل ما افتح، يعني مثلا ايه في عربيه معديه انا عايز ينور شويه البولارد مثلا، وعندك هنا من 0 ل 30 ده بالثانيه خليه يعني مثلا 3 ثواني كده اهو وبعد كده ينزل، واللي بعديه برضو لو هو عايز يعمل يغلق اخليه مثلا 3 ثواني يقفل بس يعمل ليد الاول وبعد كده يقفل، ودي بتبقى كويسة يعني في بعض الحالات. ال LED إضاءة ليدات البولارد يعني إيه؟ هي الطبيعي بتاعها اللي هي الديفولت ليدات متحركة أثناء الحركة الثابتة أنت واقف، يعني اللي هي ما بتقف وما سواء فوق غلق أو فتح هي بتبقى ثابتة، أول ما تبدأ تتحرك تبدأ يعمل فلاشنج في الليدات. لو اخترت اللي بعديها ليدات متحركة أثناء الحركة والفتح ثابتة عند اتمام الغلق فقط، يعني بس بتبقى ثابته بس في الغلق، انما الكل في الفتح بفلاشنج وفي الحركه فلاشنج. اللي بعديها ليدات متحركه دائما، في الحالتين في فلاشنج، واقفه متحركه في فلاشنج. التلاته اللي بعديها بتبقى ثابته بس في الفتح، انما في الغلق او رايحه للغلق تبقى فلاشنج. التي بي وقت التوقف اللي هو انت بتظبطه من 0 ل 99 تقف قد ايه؟ تايم اوف بوز، يعني مش احنا بنقول ان مثلا انت نسيت انك تقفل بعد ما فتحت البولر نسيت تقفله يقعد قد ايه ويفتح؟
يقفل تاني، ده بيبقى اسمه تي بي، ده بتحط فيها قد ايه. البي يو اللي هو الصوت، الصوت اللي هو البازر غير مفعل، يعني مش هيشتغل. البازر مفعل عند الحركة، اول ما يتحرك اي حاجة البولر يتحرك يطلع معاه البازر بتاعه. بعد كده في حاجة اسمها البريسيت كنترولنج انترنس، اللي هي بنسميها في اللوبات دي. في المانيوال في انت عندك البولر بيبقى فيه قبليه لوب وبعديه لوب. شكل اللوب عامل ازاي؟ بيعتمد على حاجة اسمها نوع الـ A والـ B والـ C والـ D. ولو انت فتحته على المانيوال هتلاقي اللي هو مثلا ايه، انا عايز اللوب الاولاني اول ما يتلمس البولر دي ينزل، وعايز اللوب التاني بعد ما العربية تسيبه البولر دي يرفع، ده مثلا تايب ايه. تايب بي، لا انا عايز اللوب التاني الاولاني لما يتلمس ما يبدأ يأكتف الريموت، لو ما اتلمس الريموت ما يشتغلش، وعايزه لما يمشي اللي يفتح لوحده، ده النوع بي. دي تفاصيلها موجودة في المانيوال بالظبط، هو الطبيعي بتاعه غير مفعل. بعد كده الدي اف اللي هو ريسيت، لان انت عايز تعمل ديفولت فاكتوري ريسيت، يعني الطبيعي بتاعه طبعا لا يوجد تصفير. طبعا لو انت بقى في عكة حصل في البروجرامينج وانت نسيت بتاع دي بتخليه 0 1 بيحصل له ريسيت، لو عملت 0 2 تصفير عدا الاعدادات كومون، يعني بيصفر ما عدا الاعدادات الاولانيه خالص انت حاطط لها نوع البولر كده، بيصفر بس اللي هي البروجرامنج ليفل 1. بعد كده بتختار الاس تي، ده اخر حاجه وده اهم حاجه بتوصل له في الاخر، بتدوس عليه سيف على زرار اف تاني، هتلاقيه بربش كده شويه عمل بلينكينج وبدا يسيف اللي انت عملته. نيجي بعد كده كده على السكند ليفل، وده باختصار بتدوس على اف طبعا زي ما اتفقنا ثانيتين، بعد كده بترفع صباعك، بعد كده بتدوس على الاف والبلس مع بعض مرة واحدة، تمام. بعد كده تضغط مرة تانية تظهر الوظيفة التالتة، كده دخلت انت ايه في الليفل 2، بدأت بقى تغير بقى في الإفات، تبدأ بقى تقف وهكذا. الجداول بتاعتها، ودي ليفل متقدم شوية، في حاجة اسمها الاس ار، ده طلب صيانة. يعني ايه؟ هو البولارد جواه حاجات لازم تتنظف، حاجات لازم تعمل، لما بتعملها تعمل له ريسيت يقول لك اوكي. ودي بيطلبها يعني بعض الناس، يقول لك انا افرض في صيانة حصلت، مفيش صيانة حصلت، فأنا عايز يتعمل لي نوع من أنواع التحذير إن الراجل ده ما جاش عمل الصيانة في الموضوع ده، فلما جه عمل الصيانة عمل ريسيت للحتة دي، لأن أنت كنت بتيجي بتعمل ريسيت للصيانة، أنا كده تبدأ تعدي من أول وجديد. طلب صيانة هو الطبيعي بتبقى غير مفعل، لو اخترت واحد هيبقى مفعل على المخرجات اللي هي الاوكسيلري، يعني انا اكتف على الاوكسيلري ابدا بقى ايه. فاكر لما قلت لك في اوكسيلري 1 اللي هو بيبقى جنرال بيربز، ده ممكن افعله مثلا على سارينا، ان او فلاش لما ينور معايا يبقى الراجل ده بتاع الصيانه ما جاش. لو عملته 2 مفعل على المخرجات مع اضاءه فلاش، يعني بقى ايه ده متفعل عادي وده مفعل معايا وكمان في فلاش، تلاقي البولارد لوحده كده بعد ما هو ثابت، هو واقف وثابت هو يفضل يعمل فلاشنج، فالراجل اللي واقف ده يقولك ده شركه الصيانه ما جاتش. في حاجة اسمها ان تي، دورات الصيانة بالالف، دي اللي بيجي الراجل بيظبط فيها الصيانة، يعني يجي يعمل الصيانة ويظبط دوت بحيث انها تعمل فلاشنج بعد كده لو محدش جه تاني. وهنا في دورات الصيانة بالمليون، لو في صيانة السنة اللي هي الشهرية والسنوية بنفس الكلام وشرحها يطول. يعني بعد كده في حاجة اسمها اوبوت 4 واوبوت 5، الاوبوت 4 والاوبوت 5 دي اللي متحكمة في الاوبوت 4 اند اوبوت 5. يعني ايه دي؟ عند احنا في الاوت فور والاوت هاوس، دي اللي هي اختياراتها كتيره جدا، دي الحاجات الصيانه اللي تطلع على البرمجه الاوكسيلري اللي احنا نقول هيحصل فيها ايه. يعني قلت 0 0 هيعمل لك مطلوب صيانه دوريه، لو عملت 0 1 بدأ عمل خليات ضوئيه، يعني انا ممكن الاوكسيلري اللي انا قلت
ان انا مخزنه، ان انا اعمل اللي انا عايزه، احط فيه اي حاجه من دول، اخليه لو في صيانه الاوكسجيري يطلع اكتف، اخليه لو الخليه الضوئيه حاجه قدامها الاوكسجيري يطلع سيجنال. طب لو اكتشاف عائق للبورد الهيدروليك في حاله البورد الهيدروليك فقط، يعني واحد قدامه او في عربيه، يطلع لي الاوكسجيري. نظام التسخين يعمل، بدأ يحصل هيتنج، يطلع لي البولر في حاله غلق، البولر في حاله فتح. تفعيل الايقاف يعمل، الفلاش لو في فلاش هيعمل، واحد داس ستارت الاوكسجيري يطلع سيجنال، الفتح بيعمل، عطل كهربي بس ده يفعل، لازم يتفعل مع السويتش والسويتش اون. المساعدة مطلوبة يعمل لي امر الغلق مفعل، يعمل لي اليو بي اس بيشتغل يطلع لي على الاوكسجيري. قناة الراديو الانالوج التانية مفعلة، يعني جات لي في حاجة اسمها انتنة 2 وانا موصل بيها الانتنة واتفعلت، يقول لي على الاوكسجيري يطلع لي اوت 4 او 5، يطلع لي ان هو السرينة بتعمل، يطلع لي نفس الكلام. زر فتح الطوارئ لا يعمل، اللي هو الاي اف او ما اشتغلش، يطلع لي على الاوكسجيري. محاولة اقتحام او ليميت او ليميت الغلق لا يعمل، يعني ايه؟ انا نزلت البولارد بايديا، خبطته جامد جدا، نزلته كسرته، دي محاولة اقتحام. الليمت الغلق ما بيعملش، يعني انا بفتح البولارد ومش حاسس ان برضو ممكن اطلع رسالة على الاوزيري 4 او 5 باللي انا عايزه. اللي بعديها كلوزنج ليميت سويتش بريزنت، يعني بيقول لك ان كلوزنج ليميت ده ليه ده بيهتم بكلوزنج ليميت؟ لان انا ما تفرقش معايا الاوبن لين، ما هو مفتوح. الكلوزنج ده مهم جدا بالنسبه لي، بيقول لي ان البولارد واقف فوق الارض وعامل امان للمكان، فده بيبقى بالنسبه لي مهم، بعرف مفعل ولا غير مفعل. انا لو لغيت الكلوزنج ليميت سويتش دي وخليته غير مفعل، فهو مش هيحس، ان مش هيديني انديكيشن ان في كلوزنج. يعني في الاف EFO present for SD version and XPath اللي احنا اتفقنا عليها فوق، ان ده يعني ايه؟ يعني انا هفعل ال EFO switch اللي عندي ده، يبقى ده هو طبيعي غير مفعل، انما لو الوحده دي موجوده اخليها مفعله، اختار اختيار 01. التي اي ده بتاع الثرموستات وقت التسخين بالدقيقه، يعني مثلا في الدنيا متجمده شويه، انا هنا بخليه اقول له مثلا سخن لمدة 5 دقايق عشان التلج اللي في البولر دي يسيح، دي بعمل وقت التسخين. يو بي اس الطبيعي بتاعه غير مفعل، انما لو انا حاطط يو بي اس مفعل يفتح تلقائيا عند حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، ولو اخترته مفعل يغلق تلقائيا عند حدوث، يعني لو حصل انقطاع في الكهربائي انا حر اخلي اليو بي اس ده يخلي البولرد مغلق او يخلي البولرد فاتح. سي ار هي ديكلاريشن تورك، طبعا يعني دي المفروض بيتحكم في العزم بتاع الموتور، هو بيديك من 20 80 بس، هي مش هيتغير، هو تظبيط المصنع بيبقى دايما 50، التورك 50، زودت ما زودتش هو ما ينفعش تظبيطه، هو مديك الاوبشن دي وخلاص. طبعا في الاخر هتلاقي الاس تي علشان تدوس عليها وتسيف. بعد كده هندخل على الليفل اللي بعديه اللي هو 3، هنشوف ندخل عليه ازاي. نفس الطريقه، ادوس اف لمدة ثانيتين، بعد كده ارفع صباعي، بعد كده ادوس على الاف مرتين. لو دوست على الاف مرتين، الاف والبلس مرتين، انا ادخل بعد كده ادوس على الاف اقل بقى بعد كده زي ما احنا شايفين. ودي بقى ايه بتغير بقى، انت شوف فاكر الفوتو سيل مثلا معموله نورمالي كومون مثلا، لا انا عايز اخليها نورمالي اوبن، انا عايز مثلا الزرار الستارت مش عايزه نورمالي كومون، عايزها نورمالي اوبن. دي ساعات بتحصل لما تاخد حاجه لازم تتعكس، تمام كده؟ فمثلا البي دي بي دي ام دايناميك انبوت بولاريتي عايز اخليها اوبن او كلوز، توصيلات الليمت سويتش ممكن تخليها نورمالي اوبن لو هتوصلها سيريال، يعني هتوصلهم ببعض، او باريل الثلاثه واير سنسور، ودي باينه في الرسمات اللي احنا كنا عاملينها فوق. البريشر سويتش اللي هو في الهيدروليك يعني نورمالي اوبن كومن، اف او بريشر سويتش عايز نورمالي اوبن ولا نورمالي كلوز، الانبوت اوكسيلري بولاريتي ان او ولا ان سي، الاوت 4 بولاريتي والاوت 5 بولاريتي نورمال او او سي،
قبول اوائل سي بي، قبول اوامر اخرى اثناء امر الايقاف. يعني انا وقفت عملت ستوب، يعني انا الستوب دوت المفروض الستوب ده لما بدوسه، انا لما اشيل ايدي من على الستوب يبدا يشتغل. لا انا ممكن بقى وانا دايس ستوب ديت اخليه يقبل معايا اوامر تانية. الاف بي بروجرامبل اي بي دي اي انبوت فور سبيشال فانكشن، زي ايه؟ ممكن هنا لا يوجد، هو طبيعي بيبقى لا يوجد. الفتح مفعل عند التنشيط، البي ار 4 الفتح والايقاف مفعل عند التنشيط، السخان مفعل عند يعني التنشيط ده، يعني انشط ده يتنشط امتى؟ في الفتح والايقاف وهكذا. وطبعا احنا دي نادرا ما بنستخدمها يعني. في تعيين قناة الراديو الأولانية اللي احنا بنستخدم عليها، الطبيعي بتاع الاستقبال قناة واحد بنبرمج على الأولانية اللي هو بتاعة الريموتات، ده الطبيعي بتاعها. في لو انت عايز تلغيها، استقبال للقناة الغير مستعمل، دي بتختار الأولاني. التالي ده استقبال قناة واحد مبرمج للفتح بس، يعني تبرمجه للفتح بس مش الإغلاق. ده الريموت فتح وقفل اللي في النص هنا، هو بتبرمجه انه يفتح بس مش يغلق. ال HT اختيار التردد للقناة الأولى، طبعا ده يعني لو أنت عايز تشتغل بقى تردد تاني، عندك ريموت مش بي اف تي، ريموت تاني على تردد تاني، أنت بتختار الترددات. ال ST الثرموستات، أي سوري أنا آسف أنا آسف، ده ال ST ده اللي هو الحفظ، الكلمة دي not suitable، دي غلط، سوري، ال ST اللي هي الحفظ على طول، أنت بتحفظ الموضوع ده. بعد كده الفور هو اخر حاجة، وده بيبقى يعني كومبليكيتد شوية، مش يعني مش هندخل فيه قوي. بتدخل فيه ازاي؟ بتدوس ثانيتين زي ما اتفقنا، ارفع صباعي، بالمرة دي هدوس اف و بلس 3 مرات، واشيل ايدي واقلب بينهم. ده بيبقى المنظر دوت ان هو بتبقى دي معظمها لحاجه اسمها اليو لينك، يعني اللي هي الكوميونيكيشن. لو اخترت السي او ان ديت اللي كوميونيكيشن بروتوكول، لو انا هشتغل يو لينك، في اللي هو اليو لينك دوت، انت اي وحده كنترول يونت انت ممكن تتحكم بيها عن طريق الشبكه، عن طريق الوايرلس اللي متوصل بشبكه، فانت بتقول ان عنده يو لينك، ولا بتشتغل مود باس ار تي يو. في هنا اليو لينك، انت ممكن المود بتاعك هو بيشتغل سليف يعني ولا ماستر، يعني هو الوحده الرئيسيه، ولا في وحده مدمجه بعديها في سليف، بحيث لو عندك مثلا 4 5 لوح سي بي اي ده بيرسيو سي بي اي ومتوصله باللوحه الرئيسيه، فانت الرئيسيه دي بتعملها ماستر والتانيين سليف، وليها توصيله ليها هي مدمجه، يعني بحيث هما كلهم يغذوا اللوحه الرئيسيه، والماستر ده عن طريق اللينك اليو لينك تعرف تتحكم فيه من اي مكان. اليو لينك ادرس ده من 0 ل 120، ده بتحطه بس للسليف، يعني انت الماستر بيبقى واحد مثلا، السليف بتحطه 1 2 3 4، بيبقى معاه حسب عدد السليف اللي معاه. المود باس برضه نفس الكلام، بدل يو لينك بنفس السليف والماستر. المود باس ار تي يو سبيد ده اللي هو الوصله الار اس 485، انت بتختارها، هي طبعا بتبقى اعلى اللي هي 38400، وممكن تخليها اقل شويه عشان تعمل هي تبقى اقل شويه في السرعه، بس بتعمل ستابيلتي في الداتا اكتر، ده لو عندك مشاكل اهو. سايكل كاونتر دوت ريد اونلي بارامتر، ده للقرايه فقط، بتعرف هو فتح، وعايز مثلا تعرف البولر ده فتح وقفل كم مره، فتح وقفل كم مره، ده اسمه سايكل واحد، فانت بتدخل وتعرف الحته دي، ده البولر ده مستعمل بقاله كذا فتره، ده عايز تعمل له صيانه، ده فتح وقفل ما تعمل، يعني هو ده ريد اونلي يعني. الايرور هيستوريكال ايرور برضو، انت يا اما بتعمل كلير للايرور اللي حصل، او بتقراها دونت كلير كيب ذا ليست، بتشوف ايه اللي بتبقى موجوده كده. احنا خلصنا البروجرامينج، وارجو ان هو فيه استفاده ان شاء الله. واي اسئله برضو ابعتوها لي، وان شاء الله باذن الله احاول
يبقى العملية مبسطة أكتر من كده، معلش اللي هي تقيلة شوية، بس إن شاء الله بإذن الله نحاول نلم الموضوع البي اف تي كله في السيشن اللي فات ده. السلام.